تقع مدينة جرسيف في المنطقة الشمالية الشرقية من المملكة المغربية، ويمتد إقليم جرسيف على مساحة تقدر بسبعة آلاف وثلاثمائة وواحد كيلومتر مربع، عبارة عن أراضي فلاحية أو أراضي خلاء، وبعضها في طور التجهيز أو إعادة الهيكلة. من يتحدث عن مدينة جرسيف يرتبط ذهنه بالشهيد البطل علال بن عبد الله الذي رفض الظلم الاستعماري بعد تنصيب محمد بن عرفة سلطانا للمغرب، وخرج بخنجره صوب بن عرفة، إلا أن البوليس الفرنسي أرداه قتيلا، مقدما بذلك درسا في التضحية من أجل الوطن. مصطلح جرسيف الذي تختلف الروايات التاريخية من أجله، فمنها من ترجع التسمية إلى عهد الأدارسة بعد اغتيال المولى إدريس بن عبد الله من طرف جرير الشماخ، فر هذا الأخير هاربا فلحقه حاجب المولى الرشيد عند نهر ملوية، استل سيفه فسميت المنطقة إلى عملية جر السيف. ورواية أخرى تعني أن لقاء نقطة ماءين أي نهرين مللو وملوية تعطي جار سافين، وبعد تداول المصطلح بكثرة أصبحت تعرف المنطقة بجرسيف. ووصف البكري جرسيف بأنها كانت قرية مزدهرة في القرن الحادي عشر، ثم تحدث عنها ابن خلدون سنة 1400، ومحمد الوزان الملقب بليون الإفريقي سنة 1550، وأنشأ بها السلطان العلوي قصبة بمنطقة مسون في القرن الثامن عشر، وأصبحت ابتداء من سنة 1912 موقعا عسكريا. وينتمي إقليم جرسيف إلى الجهة الشرقية، وتعتبر الفلاحة بإقليم جرسيف نشاطا أساسيا إلى جانب التجارة، وتعد الناظور من أهم موارد هذا الإقليم. مر تمدين جرسيف بثلاث مراحل أساسية: مرحلة ما قبل الحماية، وفترة الحماية الفرنسية التي برزت الظاهرة الحضارية مع اختلالات مجالية واجتماعية، ومرحلة ما بعد الاستقلال التي تنامت فيها الظاهرة الحضارية والنمو الديموغرافي. وبخصوص التحولات الاقتصادية بالمدينة، فقد شهدت نوعا من الانكماش، وتوقفت صادرات الحلفة نحو أوروبا في الستينيات، بالإضافة إلى هجرة الأوروبيين واليهود الذين أسهموا في الرواج الاقتصادي والتجاري للمدينة. ويتمتع إقليم جرسيف بوجود أشجار الزيتون ووحدات لتصبير الزيتون، بالإضافة إلى العديد من المعاصر الحديثة لاستخلاص زيت الزيتون. يتميز إقليم جرسيف بمؤهلات طبيعية، ويتوفر على رصيد ثقافي وتراثي تحتاج العناية وترميم المآثر التاريخية ودعم الفنون الفولكلورية الشعبية. وما زالت مدينة جرسيف كباقي مدن المملكة تحرص على تربية الخيول، حيث ينظم كل سنة مهرجانا شعبيا تمارس فيه مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضات، من أبرزها الفروسية
أو ما يسمى بالتبوريضة.